استكمالاً لست سنوات متتالية، افتتحت الجامعة العربية الأمريكية اليوم الهندسي السابع المندرج في مظلته حراك إبداعي وتقني خلاق لمشاريع طلبة الكلية الخريجين في مجال الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، حيث أبدع الطلبة بمخرجاتهم العلمية. عندنا مشاريع كثيرة جداً بتحل مشاكل موجودة في الواقع، يمكن احنا ما نقدر نحلهم 100% وهدول الطلاب، ولكن يكفي انه الطالب يفكر ايجابيا كيف يحل هذه المشاكل ويستخدم التقنيات في الموجودة طبعا عالميا ومنتشرة بين ايدينا انه يحل مشاكل موجودة في الواقع الفلسطيني. الكلية تسعى من خلال هذه المعارض إلى تنظيم عرض الإنتاج العلمي والإبداعي للطلبة وإطلاع المجتمع المحلي وشركات القطاع الخاص على إنجازاتهم، الأمر الذي من شأنه أن يسخر المشاريع لخدمة المجتمع المحلي وتذليل كثير من العقبات. هذه إبداعات مميزة للطلبة في كليات الهندسة في الجامعات الفلسطينية، ولكن هناك بعض التقصير من الكثير من الشركات والمؤسسات الحكومية والشبه الحكومية في تبني هذه الإبداعات. هذه إبداعات حقيقية لابد من وجود في هذا المعرض بالذات اليوم، في هذا اليوم أن يكون هناك أحد الإبداعات المميزة، ولكن على أصحاب الخبر والاختصاص أن يتواجدوا في هذه المعارض لتلقف هذه الإبداعات. ورغم التحديات الجمة إلا أن توفير الجامعة للبيئة الملائمة لتنمية الأفكار خلقت روح التنافس بين الطلبة للعمل بشكل جاد لإبراز مواهبهم الهندسية والتكنولوجية، حيث يتحقق تعزيز القدرات البشرية والمؤسساتية واستكمال بناء البنية التحتية عبر وجود قاعدة بشرية مؤهلة. فكرتنا كانت عبارة عن أنه الأرم واحدة بتقدر تشتغل أكثر من شغلة، فعندنا في المصانع بيحتاجوا أكثر من أرم تقوم بأكثر من شغلة، فإحنا اختصرنا هاي الشغلات في أرم واحدة على أساس أنه أنا مرة واحدة بجيب هاي الأرم بصير الهيد اللي بلزمني، مثلا بلزمني أقص خشب بجيب هيد مخصص أنه يقص خشب، بلزمني أن أحفر بجيب هيد مخصص للحفر وبنشتغل فيه. هذا المشروع كتير له مجالات بصراحة، أنا بستفيد منه بكتير شغلات، مثلا بدي أعطيك مثال على حدود الدول ممكن أنا أستخدمه عشان أعرف الاختراقات اللي ممكن أنها تمر، مثلا هاي السيارة مش لهاي الدولة ومرت من هذا الحد، فبقدر أني أعرف من خلال الكاميرا هاي بقارن نمرة السيارة اللي مرقت مع النمرة السيارة الموجودة عندي أنا في الدولة، إذا مش زيها بقدر أعرف أنها هي فاتت. كمان ممكن في الباركينج في المولات في التجمعات، في الباركينج أنا ممكن أسمح إن السيارات إنها تفوت بس اللي تكون دافعة، اللي قبل يكون لها دفع من قبل. كمان هيك هذا كله فيوتشر وورك إحنا بنطوره على المشروع أكثر. ومع ظهور تخصصات تزاوج بين التكنولوجيا ونظم المعلومات تبقى عجلة التقدم العلمي والتكنولوجي متسارعة، حيث يشهد العالم هذا الصراع العلمي من التحدي والمنافسة والبقاء. من الجامعة العربية الأمريكية لتلفزيون الفجر الجديد، خالد بدير.